في انتظار الخروف اللي احنا عاملين عليه رهان وترند مصر والناس كلها مستنياه. فطبعا بنرتب الاستوديو ودربكنا الدنيا، بنشكر كل الزملاء هنا. الرهان اهو قدامكم يا جماعه، ما بقولش كلمه وارجع فيها، غرمتهم يعني غرمتهم. وايه، وكل واحد فيهم هما الاثنين جايين مبوز ومتضايق. الحركات بتاعت ابتدائي دي ما تخيرش علينا خالص يعني. هي بص، الوحيد في مصر اللي قال لك الماتشين وراح دخل الاستاذ شرقاوي الاول، لانه كان قبل الكابتن تامر عبد الحميد طبعا اخويا الغالي، والاستاذ شرقاوي اخويا الغالي قال لك نخش في رهان. اترهنا وخسر الرهان. الكابتن تامر قال لك لا انا معاك وخسر الرهان. فالخروف وصل اهو. ما تزعلش يا كابتن تامر، عادي عادي يعني، البقاء لله. نجم مصر، بس المقدمة بتاعتك. نجم مصر، ما فيش مقدمات، هو الخروف على طول. نجم مصر الكبير الكابتن تامر عبد الحميد اللي خسران الرهان. مساء الفل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. خلص المقدمة بتاعتك. أنا مش عايز خلصت مقدمات. خلاص أنا مش عايز مقدمات. خلصت الكلمتين بتوعك يعني، كان أعمل لها المقدمات النهاردة يعني. خلصت الكلمتين. اليوم يوم الخروف. خلصت يعني يوم الرهان. طيب أنا جاي النهاردة احتراما للرهان. احتراما إن كان في توقع. كن خسرت يا كابتن التوقع. هتسيبني بقى اتكلم ولا طب ما تعترف بالهزيمه يا كابتن؟ يا باشا يا باشا ما اتكلم طبعا. طب اديني فرصه اعترف. هو انت مديني فرصه؟ ده انا ولا اكني بيتحقق معاه في قضيه قتل. حتى لو اي ده انا لو بيتحقق، حتى لو اي ولد انا لو بيتحقق معاه في قضيه قتل يعني. الراجل اللي بيسالني هيديني فرصه اجاوب. ماشي، حتى لو 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 قتل واحد. حبيبي يا لؤي انت والبشمهندسه. قال لي بابا من يوم الماتش ما بينامش. ليه يا لؤي؟ قال لي تعبان الخروف. بص يا باشا، انا جاي النهارده احتراما لان كان في يعني كان في توقع في حلقه على مباراه بيراميدز بيراميدز والنادي الاهلي، وكان في توقع كمان يا احمد ان ما كنتش موجود على مباراه الالومنيوم والنادي الاهلي في الكاس، وقلت المباراه صعبه. بس هو ما جابش سيره ديت يعني. هو بيتكلم في بيتكلم في ايه؟ لا اخد حقي، لا اخد حقي، مش اخد حقي. بستعجب إيه؟ لما انت قلت الماتش صعب. استعجب وعمل فيلم هندي على البتاع اللي حاطط عليه الخروف دي. وازاي صعب وايه اللي صعبه؟ ما انت واخد بالك؟ قلت لك هتبقى مباراه صعبه جدا. الاهلي كسب الالومنيوم بصعوبه جدا. ماشي ماشي. وكانت وده التوقع الحقيقي. الحمد لله. وده التوقع الحقيقي. ايوه وده التوقع جلوش جلوش. ده التوقع الحقيقي اللي انا توقعته المباراه الاهلي والالومنيوم. بس هو طبعا ما كانش فيه رهان. بس طبعا ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه نصيب. بس يعني خلينا نقول الكلام المفيد. وهي تعرف يا فندم الاول في العزيمه. وهي يا فندم لو سمحت يا ابو لؤي، لو سمحت انت راجل فارس نبيل. نتوقع يا ابو لؤي انت فارس نبيل. بنقول يا ابو لؤي انت فارس نبيل. لا خلاص، خلي الحلقه ليك انت وانا. طب حضرتك لازم تقول خسرت. طب انت مستضيفنا ليه؟ طب تقول خسرت التوقع يا باشا. انت مستضيفنا ليه؟ تقول خسرت التوقع علشان تعلى بالكلام يعني. لا. انا اتكلم وانت تعلى بالكلام. طب ما تعترف انك خسرت. طب ما تبص صلي على رسول الله. ما دام سامعني ما اعرفش اذا كنت بتتفرج عليه. بيتفرج علينا. الغي ضيوف وخلي هو يتكلم. معلش معلش. هي احمد فين؟ احمد سامحانا النهارده. فين احمد؟ الاستاذ احمد الدغيدي برضه. احمد الدغيدي ما تقولوا له يا جدعان يلغي الضيوف. مسامحينا. مسامحين مين؟ يوم استثناء. يا عم ادي فرصه للناس تتكلم. طب ما تعترف. الاعلام ده ما تعترف. سيبنا اتكلم. طب اهو سيبنا اتكلم يا حبيبي. مش عايز تعترف. بنتكلم وبنقول يا جماعه ان الاخلاقيات في الكوره، ان لما يبقى في اتنين بيتنافسوا، اتنين بيتوقعوا بتاع، واحد خسر ما ينسحبش عادي، ما عنديش مشكله. النادي الاهلي كسب بيراميدز، مبروك الاهلي. بيراميدز خسر من النادي الاهلي، هارد لك بيراميدز. الاهلي النهارده بقى اقرب الى بطوله الدوري العام، ده موجوده في الكوره. المباراه كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا. المباراه كانت قريب قوي، كان ممكن جدا تطلع النتيجه 1-1 بالهدف الغريب العجيب بتاع زلاكا اللي ضاع دوت، كان ممكن. فاحنا اذا بنتكلم النهارده عن توقعات. المسافه ما بينها مش بعيد قوي، بس انا شايف ان الفرحه مبالغ فيها قوي. لما الزمالك جه كسب الاهلي يا شرقاوي، والزمالك كسب وجمهور الزمالك فرح، الناس كلها طلعت ايه ده؟ هو انتوا خدتوا الدوري؟ ايه ده؟ هو انتوا فرحانين كده ليه؟
ايه ده؟ دي فرحه مبالغ فيها؟ ايه ده؟ هو انتم مش مصدقين نفسكم؟ ايه ده؟ 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 وانا كنت وطلعوا جمهور نادي الزمالك وفرح جمهور نادي الزمالك بفوزه على النادي الاهلي اكن ديت جمهور الزمالك عمل حاجه حرام هيخش فيها النار او عمل حاجه غلط يخش فيها بس السنة. انا كنت ضد انا بقى شايف انا شايف اهو اهو عينه باينه اهو اهو ادي واحد اهو ماشي اهلاوي كان مراهن على فوز مباراه البيراميدز والاهلي بصوا الفرحه بتاعته عامل ايه جايب خروف مقدم للظروف في اكتر من كده مبالغه بس خلي بالكم عملت حلقه كامله انا اعرف ان الخروف دوت يا باشا سيبنا الكلام عملت حلقه كامله عشان انا بحرق لك الخروف يا باشا سيبنا الكلام عشان بحرقه لا 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 بحرق لك الخروف على الهوا عبد الناصر يا جماعه عملت لك الخروف على الهوا عبد الناصر عملت حلقه كامله بحرقه لك على الاهلي لسه ما خدش الخروف لا 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 والله الاهلي ما جاب لا 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 الاهلي لو شاف يزعل يقول لك انت جاي تحتفل بخروف بيراميدز المفترض النادي الاهلي نادي كبير باش. عادي مكسب بيراميدز عادي رايح جاي لا مش عادي لا عادي. لك عادي عادي والله ما عادي عادي جدا مش مستحيل يكون عادي انما الفرحه المبالغ فيها دي ومصدق كل واحد يفرح براحته ومكلف وبتاع ومش كل واحد يفرح براحته انت ما كنتش مصدق نفسك يا باشا يوم ما الزمالك فاز ما كنتش مصدق لا يا حبيبي ان الاهلي هيكسب بيراميدز يا باشا خليني اعرف بقى والله ما كنتش اعرف بقى الضيوف يا باشا اعرف بقى الضيوف يوم ما الزمالك فاز الاستوديو ده هاجم كل اهلاوي قال بتفرحوا ليه قلت كل واحد يفرح بمزاجه وهات سيف وشد كمان سيف واحتفلنا بالزمالك جبت خروف ما هو ما كان ماتش ملوش لازمه ليه ملوش لازمه الاهلي والزمالك ملوش لازمه على... يبقى انت خلي... انت مش بتاع كوره وراح الاهلي والزمالك ملوش لازمه طب الخسران الثاني الاهلي والزمالك ده تاريخ ده بطوله لوحدها الاهلي والزمالك دي تاريخ طب ارحب بالضيف الثاني الخسران لما تشوف ده معايا الضيف الثالث كان لاعب في الاهلي وهيقول لك ان الاهلي والزمالك تاريخ الكابتن احمد رضوان الراجل النهارده بيستغرب من حاله العجب العجاب 6 بونت ب 12 بونت هم بتوع الدوري النجم الكبير وصديقي ومحللنا المحترم الغالي الاستاذ محمد الشرقاوي اللي خسر برد الرهان وخسر التوقع مساء الفل يا استاذ الشرقاوي والله جاب والله العظيم ما اكدته والمصحف قال لك والله ما اكدته ده فرحان قوي والله ما اكدته الدوبامين عنده عالي قوي ده فرحان فرحان المحترم الاستاذ محمد الشرقاوي ده محدث حبيبي الغالي الاستاذ محمد الشرقاوي وحبيبي الغالي الكابتن تامر عبد الحميد حبيبي الكابتن تامر والكابتن شرقاوي استاذ عبد الناصر انا بس هستاذنك قول اللي انت عايزه يا فندم انا عايز حته يعني ايه من الريش بتاعتك اللي انت عايزه عايز حته عايزينك لغايه بعد انت لغايه عندك ده قلبه عليه مراوح ده قلبه الشرقاوي هو صاحب الخروف بقى فلازم يا باشا يا باشا انت تؤمر يا استاذ شرقاوي انا بص انا قاعد مش مركز معاكم بجد خلي بالكم الشرقاوي الشرقاوي يا جماعه كذا مره يكسب توقعات بس المره دي خسر معلش لا انا قاعد والله عبد الناصر مركز مع ماشي بس هي بتعمل السيرفيس خسرت التوقع التوقع خسرته ولكن انا بس عندي وجهه نظر قبل ما اركز ثاني مع الخروف هي فرحه على حساب منتخب مصر الاولمبي النهارده كل واحد النهاردة. جاي معاه لا لا, لا بجد والله بجد والله النهارده الاداء بتاع منتخب مصر الاولمبي منتخب تحس ان هو رايح يتيم لا منتخب رايح يتيم منتخب يتيم رايح كانه يتيم رايح الاولمبيات مفيش اي دعم من اي حد في لا لا بجد والله يا كابتن هي المساله المنتخب الاولمبي طلب لعيبه معينه من النادي الاهلي المنتخب الاولمبي والله المنتخب الاولمبي طلب لعيبه معينه من النادي الاهلي النادي الاهلي رفض ان هو يديله اللعيبه عشان الماتشين بتوع بيراميدز دول الاول يعني انت بتحتفل بتاعه الرهان بس ماشي خلاص جايين والله للمنتخب قول له يا عم مبروك خليه يهدى الف مبروك وبس زي ما قلت لك بس وصي على قول له يا عم مبروك خليه يهدى انا عايز ماشي يا ابو لؤي قول له يا لؤي اشهد على ابوك يا لؤي يا لؤي وملك وتماره وملك كمان وتماره ده تماره اهم حاجه انت نسيت تماره لا نسيت تماره اما نجمنا الغائب عنا منذ ما يقرب من 7-8 شهور والعائد من تجربة تدريبية ناجحة وربنا يوفقه فيما هو قادم كابتننا ونجمنا وصديقنا ومحللنا المحترم نجم النادي الأهلي الكابتن أحمد رضوان مساء الفل أبو حميد مساء الفل يا ريس حبيبي أنت اللي وحشني كتير والله وأنا مبسوط أن أنا معاك ومع كابتن تامر طبعا أستاذ الشرقاوي
بس احنا لازم نفرح يعني طبعا. اه طبعا زي ما احنا عايزين. بقول لك ايه يا احمد، هو الاهلي والزمالك قمه خاصه ولا مش قمه خاصه؟ قمه خاصه كابتن. انت بتتكلم في اه او لا؟ لا لا يا باشا بعد اذنك اه او لا؟ لا طبعا اه طبعا. بس خلاص مش لكن لا بس لازم قمه خاصه. لازم ده كلام بتوع الكوره يا كابتن. انت دلوقتي بتتكلم مين المنافس؟ مين ده؟ انا بتاع الخروف. مين المنافس؟ مين المنافس اللي معاك دلوقتي يا كابتن؟ يعني مؤقتا بيراميدز. بيراميدز انت بتكسبه الماتشين يا كابتن، بتاخد 6 بونت ازاي؟ مش مشكله، مش هتبص ازاي الدوري؟ ما تبصت يا باشا 60-70%. كسبته ازاي يا كابتن؟ كسبته ازاي الماتش الاولاني بضربه جزاء ظالمه لصالح النادي الاهلي، والماتش الثاني ضربه جزاء ظالمه كان المفروض تتحسب لنادي بيراميدز؟ يعني عداله، لو احنا اتكلمنا في عداله الماتش التعادل المفروض يعني كابتن، بس هي المنظومه في مصر عايزه النادي الاهلي يفرح، والناس عايزه النادي الاهلي هو اللي يكسب، والناس ماشي خلاص انتوا احرار، خدوا الدوري بس يعني ما فيش تهور. بس كده محمد حمدي في المحسن اكتر ناس كسبانه الناس دي عشان الخسانه هتكسب. تستمتع، عايزك تستمتع بركله الجزاء الظلم ده يا مان، والهدف الاول ده محمد حمدي عمل حرام عليك. ايه حرام عليك؟ كان كابتن تامر بيقول لك ما تقللش من الانتصار. لا اقلل، لا مش هقلل الانتصار، لا لا الفرقتين لا الماتش الاولاني، الماتش الاولاني 3-2 منهم ضربه جزاء ظالمه لصالح النادي الاهلي، كان عداله الماتش ده الحكم جاي من اسبانيا مش من شهره. ماشي يا سيدي، خطا تحكيمي، خطا تحكيمي، والحكم ده من المانيا برضه مش من بولاق. الماتش الثاني خلص 1-0 للنادي الاهلي، كان في ضربه جزاء من المفترض تتحسب لنادي بيراميدز، يعني كانت عداله الماتش دوت 1-1. الجبالي في الكنترول بيقول لك الحكم من المانيا مش من ناحيه لحسن بتوع بولاق يزعلوا. خليني ايضا ارحب لاول مره بنستدعي صديقي عمرو اديبي، سامحنا بقى لان هو ملك قعدات الاكل دي في الاستوديو، احنا ما بنعملهاش الا نادرا في المناسبات، والعظيمه اسعاد يونس يعني، ولكن خليني نستثني ذلك اليوم وارحب بالمحترم الاخ المحترم طبعا صديقي العزيز الحاج هاني الجراري، صديقي العزيز واهل مطروح، وايضا صديقي الحاج ضيف الجراري وحبيبي الغالي ابو موسى، موسى الجراري، بشكرهم شكرا جزيلا. قريه هاني النهارده عامله لنا الخروف ده قنبله يعني. ومعانا في الاستوديو جهاد سامي. مساء الفل يا جهاد. الفل يا كابتن، منور حضرتك اللي منور والله. ايه رايك الخروف اهلاوي 100%؟ نحمر نحمر. ايضا الشيف مصطفى عرابي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا بحضرتك. منور يا شيف. ده نورك يا كابتن. الشيف احمد رمزي. مساء الفل يا شيف. كله تمام؟ الحمد لله. استمتعتوا بالماتش؟ اه. ومين فيكم اقول مين اهلاوي ولا زملكاوي ولا نخليها في السر؟ نخليها في السر يا كابتن. شفتوا بقى؟ اعتبر ان مصر كلها اهلاوية. لا 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 لا. والله الناس زملكاوية. بيقول لك ايه ده عمل مصيبة دلوقتي. اه زملكاوية بيقولوا. شقاوي. ايه؟ ده عبد الناصر عمل عايز كتف ولا ورك انت الأول؟ لا أنا ولا هاكل. ليه؟ نعم. ايه؟ ليه؟ ده عمل مصيبة دلوقتي. ليه؟ ده أنت الجمهور قال هيمسكك بكرة. ليه ليه؟ والمصحف الكريم. ليه؟ ده عمل مصيبة، قال لك الخروف أهلاوي. كل الدنيا اهلاويه، الارض والجو والهواء كل حاجه. لا لا مش هتدبسني، مش هتدبسني، ما تقلقش يا باشا. يا شويه يا باشا الارض شويه، والناس قاعده بتسجل يا باشا. ابص الارض رحمه امي لا تتقطع يا باشا. الخروف المناسبه اهلاويه فاهمه. لا 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 سيبك. بص انت جاي النهارده، انت النهارده جاي تتصيد والالم يملاك، واحنا مقدرين لذلك. احنا لازم نتبسط، لازم نتبسط. فرحان قوي. بص احلام اقطع يابا، اقطع يا جهاد، والنبي اقطع يا جهاد. والاستاذ شرقاوي والنبي لو سمحت، عشان جعان. عاجبني بقى انا الشياكه دي. وعبد الناصر شوف السكينه. يا جماعه المتعه انك انت، انا السنه دي ما فيش رهان خسرته غير لما رهنت على الزمالك. كل رهاناتي على الزمالك خسرانه، مش رهنت لي على الزمالك. ايوه ما فيش مره خسرت رهان على الاهلي. عشان مش سالكه يا عبد الناصر. ليه والله بالعكس، انت نيتك مش سالكه مع الزمالك على طول. لا والله يا عبد الناصر، انت من زمان نيتك مش سالكه مع الزمالك. انا قمه السلكان. انت ما فيش سلكان مع الزمالك يا عبد الناصر. لا 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 ما فيش سلكان والله يا جماعه. بص والله ما فيش سلكان. ابو لؤي، ابو لؤي جاي النهارده نيته سودة تجاهي، ومش هياخد في المشوار ده معايا كتير. مين ده؟ انت. انا طول حياتي يا باشا، انا الوحيد والله ربنا اللي علم. انا يا باشا الوحيد اللي دخل سجن عشان الزمالك.
السجن، دخلت السجن ازاي نيتي مستلكه. بقول لك ايه، ولكن هي بتقلش معايا. غير يا بكى بتقلش معايا. غير يا عبد، كل ما توقع حاجه على الزمالك بتقلش. ما انت عشان ما انا قلت لك قدريه. صفي النيه. لا والله مصفيها وزي الفل. صفي النيه يا كابتن رضوان. شفت الماتش ازاي؟ والله يعني الماتش لو اتكلمنا في الماتش اللي عدى من يوم الاثنين، احنا بنتكلم فيما وراء المباراه. 12 بوم من 6، يعني 6 ب 12 عملوا ايه في البطوله؟ هل انت مع، يعني انا ضد الناس اللي قالت الاهلي بطل الدوري، لان ما ينفعش الا لما تضمن نقابك انك تصدر رساله. على فكره واغلبهم زملكاويه، ميدو، ابراهيم عبد الجواد، رضا عبد العال، كله قال لك كده الدوري خلاص اتعشى. تمام حميد اول واحد. انا ضد المفهوم ده. تمام حميد اول واحد. الاهلي عنده ماتشات صعبه. تمام حميد اول واحد. لا الماتشات صعبه. هو مين دول؟ بص هو مين اللي قاله دول؟ مين اللي قال كده؟ الاهلي عنده المصري يا الجمعه يا كابتن. لا لا عنده مصري، عنده ثلاث ماتشات صعبين. يا حبيبي بس نتكلم. يعني مش ممكن يقع يا كابتن تامر قدام المصري؟ نتكلم يا حبيبي. طب مين يا حبيبي؟ ناخد رد الكابتن رضوان. طيب يعني بس الاول خالص نقول كابتن رضوان ليه مطلق. يعني انت شايف الدنيا اتحسبت؟ يا حبيبي كوره، انا بتكلم ايه؟ كوره ماشي، واخد بالك انت ازاي؟ احنا ناس لعبنا ضربنا اشتغلنا، فارض الواقع حاجه والورقه حاجه. الورق يقول ايه؟ الدوري لسه في الملعب. ده الورق. الورق يقول الدوري لسه في الملعب. بتوع الكوره اللي هو احنا اللي اشتغلناها عارفينها، الدوري خلاص في الجزيره بسيطه. بس الماتشات صعبه برضه تاني هيقعد. طب كابتن رضوان تتفق مع الكابتن؟